فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، أي السجود للشمس حين تشرق أو تغرب، قال: تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. نعم، لو وجد في هذه الأمة من يسجد للشمس فإنه يكون بهذا تحقق ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذلك سد هذه الذريعة وحسم هذه المادة حماية للتوحيد وإبعاد للأمة عن الشرك. فإذا وجد من يوافق الكفار في السجود للمخلوقين فإنه تحقق ما تخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته، ويكون هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام.